شو يا حسيب؟ لقيت الدي في دي؟ فتشت البيت زاوية وزاوية. أنا آسف يا ريس، ما لقيته. الله ما يهديك لعيبك. أنت بتضل تخاف مني أنت؟ لك أنت ما بتعرف لما بغضب على حدا شو بعمل فيه؟ أنت أكثر إنسان بيعرف لما بغضب على حدا شو ممكن أعمل فيه؟ يا ريس ممكن أذيك أنا شيء؟ ممكن أذيك؟ كل عمري ماسك رواح الناس بإيدي، ممنوع حدا يمسك علي شيء، واللي بيجرب يغرقني روح بجلو إياه، فهمت؟ مين ما كان يكون. يعني انت هالقد اكيد انه هي اللي ورا خطفه؟ انا امبارح ما كان بدي احكي قدام عمتك مشان ما تخاف، بس ايه رنا وخيا مجدي هن اللي خطفوك مشان اترك تفتيش الطياره والتهي باني ادور عليك، وهن بمرقوا المصاري بكل هدوء من المطار. حتى سامي ما قدر يعمل شيء رغم انه بقي بالمطار. هيدي المره عم تتسلى فينا. تتذكر الزلمه اللي كان عم بيصورنا وغيرها كثير قصص؟ كلن وراهن رنا حتى. طيب و رنا كانت هالقد اكيده انه اذا خطفتني انت رح تترك المطار وتلحقني الي؟ يبدو انه رنا بتعرف اللي بقلبي اكثر من غيره. ومين اللي قال لك انه غيره ما بيعرف شو في بقلبك؟ اشتقت لك علا. وانا كمان اشتقت لك. انا طلبت شوفك تخبرك اني حكيت مع المحامي وبشرت بالطلاق. يعني خلص؟ من وقت ما شفتك واقفة قدام باب بيتي قلت لحالي خلص، أنا انتهيت من الشخص اللي اسمه يسرى. إيه بس أنور أنا وقت جيت لعندك ما تحكي شيء. مستحيل أي شيء رح تقوليه هلا يلغي الإحساس اللي حسيته وقت اللي شفتك واقفة قدام باب بيتي. أنا أخذت قراري وأنت ما لك علاقة بهالموضوع. علا أنا قرفت من النكت، زهقت من الخناق اليوم، وأصلاً من بعد هيدي الحادثة هي راحت عند أهلها وأنا ما عدت لا شفتها ولا حكيت. أوكي إذا هيدا قرارك أنا ما فيني أتدخل. علا اللي عم بعمله كله سببه شيء واحد، هو انه انا اوكي انور، ممكن تترك هذا الشيء لوقت تاني، لوقت يكون كله جاهز، بوقت رح يكون له طعم احلى من هلا بكثير. حاضر كتبته عمري.
وليد حبيبي تقبر قلبي نحيا اللي فتحت عيونك يا ماما. يلا بديك تقوم وتصير منيح لنرجع البيت. سمعتني بهي؟ يلا بهي. وليد 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 ريت ما قال علا اليوم؟ شو رأيك؟ عجبني كتير يعني مش ناقص غير تسمي أسامي. عن جد بس بيني وبينك مع حق ما فيها تسكت عشية هالبنت. ما هيدا الحلو فيها إن شاء الله ما تتغير إن شاء الله تضل هيك. خبرتك إنه أنور بلش بمعاملات طلاق؟ شو عم تحكي؟ عن جد؟ بسطتي؟ ما هو أصلاً ما كان قرفان عيشته وما بعرف كيف تحمل كل هالوقت صراحة. أنا كنت عم شوفه هو ما كان عم يحكي بس كان مبين عليه. أصلاً طلاق ما رح يكون صعب ما في أولاد بيناتهم. أكيد بلا أولاد رح تكون أسهل بكتير. شو رأيك ناخد نحنا شي هيك 4-5 سنين قبل ما نجيب أولاد؟ شو رأيك؟ الله يسامحك هلا بدك 4-5 سنين لحتى تجربيني؟ هيدا الدليل. شو هيدا؟ شوف شو هيدا؟ أنا حبلة. لا ليه قبرني ربي؟ لك تقبريني. عم تحكي جد؟ حياتي ما بعرف إذا بنت أم صبي بعد. عن جد؟ يا حبيبي شو معناه؟ هيدا بلا ذوق وبلا خجل. أنا لازم شوفه وافهم منه كل شيء. بعد بدك تفهم؟ ولك شو بدك تفهم؟ قل لي شو بدك تفهم؟ ولك بدي افهم ليش عمل بالبنت هيك؟ حتى أعرف كيف بدي بهدله وعاقبه على كل شيء عمله. تعاقبه؟ ولك شو تعاقبه؟ ولك هيدا واحد لا فرقانة معه يسرى ولا بي لا يسرى. هيدي حركة واحد بده يطلق ويخلص. هو قصد جيبها لعلا بطيخ على بيته لحتى تشوفها بنتك وتحمل غراضها وتفل وحضرت جنابه ويمشي بموضوع الطلاق على الرواق. مش معقول ما شفت اوح منه انسان. خلاص ليلى خلصنا من تحليلاتك. لازم نفهم من انور ليش هيك عمل. ولك بعد بدك تفهم؟ ولك رح تجنني انت بدك تفهم بعد؟ خلاص يا ليلى خلصنا من التحليلات. يا الله فيكم تروحوا شوي تنيناتكم؟ بعدنا جاي من تركيا عم يوجعني راسي ومش طايقه حالي. طيب فوتي ماما ارتاحي بالاوضه. فوتي. بعدنا مش هو اللي بيقرر إذا في طلاق ولا لا بابا. مش مثل ما بده بده يصير. ماكسيموم إذا رفع دعوة ما بقبل وخلصنا. بعدنا بكل عقلك أنا خليه يتهنى مع هالفلتاني؟ بس أنا ما في أعمل شيء لحالي بابا. أنتوا لازم تساعدوني. طبعاً يا بابا. طبعاً بدنا نساعدك ونوقف معي. بس هيدا اللي عمله أنور. مش أصول يا عمي على القليل يحكي معي. لا مش ولا ذوق. مش معقول يا عيب الشوم عليه شوقح.
هلا اهم شيء لازم انت تحكي مع اصحابك لحتى ما يمشي بالدعوه. ما بدي يحقق اللي براسه. بعدين انا بابا ما حاتجوز هلا، ماني مستعجله. يا بنتي روقي، حسابه عندي. مش هيك بيتعاملوا مع بنات الناس. قومي حبيبتي، قومي ارتاحي باوضتك. هو هيك حيصير. فوتي الشنطة معك مامي، بدك تتركيها هون بالصالون معقول؟ ما لها حياتي. رح تضل زعلان مني يا ريس؟ رئيس، إنه معقول يكون متقصد هالشي؟ أنا فكر فيها شوي، ما أنا بدق، يعني اللي حيصير عليك رح يصير علي. بترجيك تفهمني، أنا ما خطر عبالي إنه الدي في دي رح ينسرق من بيتي. خلص فهمنا، بسبب تقصيرك وغبائك بدك تفتحنا. ما في لا فضيحة ولا شي، هني عم بيضغطوا علي لحتى ضهرهم من الحبس او لحتى وديلهم مصاري. يعني ما رح يعملوا شيء، بس مجرد تخويف لا اكثر ولا اقل. ما رح يسترجوا يعملوا شيء. معك حق. ليه صار شيء جديد يا رئيس؟ سعيد. شو اسمه سعيد؟ وعي الصبح لقوه ميت، كل جسمه مشكوك بالشوكة من فوق لتحت. منيح، كتير منيح يا ريس. هيدا أكبر دليل إنه ما حيسترجع يعملوا شي بقى. هون ماني جوعان. كول. متخبص كتير يا حسيب، وانا عم ضلني رقع وراك. بتعرف ليه؟ ليه؟ روح على غرفتي اسمعني، بس انتبه يا حسيب. هيدي آخر مرة. آخر مرة يا رئيس، آخر مرة. سعيد، بالشوكة. بيستاهل، بيستاهل يا رئيس.
بشرفك رؤى وترتني حاولتني. مشغول بالي. ليش ما اتصل راضي؟ يا خي روق هلأ بيتصل. تفضل خد حبة روق. هيك أنا وأنت صعب نتفاهم، لازم شوف البيك ضروري. البيك مستحيل تشوفه، بدك تتفاهم تتفاهم معي أنا، وأنا وعدتك رح نخفف بيع بالمدارس. وعدتني توقف بيع بالمدارس. أبو وليد لاحظ إنك عم تتخطى حدودك. أنا تخطيت حدودي ولا؟ أنا ما قصدي شيء، بس أبو وليد نحن ما مقصر معك بشيء، صح أو لا؟ انتوا اللي تخطيتوا كل حدود وفلتوا على المدارس. فهمتك، قلت لك انه كل الاجهزه مفتحه عيون على المخدرات، مش مفكر انه وقفت على مكتبي بس. قلت لك انه في ملفات عم توصلني ما فيني طنش عنها، عم تفهم ولا شو؟ فهمت، وقلنا لك عم خفف بيع بالمدارس، بس انت بتقدر تتاخر بدراسه الملفات، بتقدر، ما تقنعني انك ما بتقدر. لا ما بقدر اوعدك، لأنه في ضباط غيري عم بيشتغلوا على الموضوع. شو بيك مش عم تفهم؟ ها؟ لاقي حل، احكي معهم، قل له ينام على الموضوع كم يوم. ما بدي وصيك، خلص شغلة كم يوم وبطل نقرب على المدارس. لشو بيك؟ شو ما حكيت شيء أنا؟ عم بحكي بالهوا؟ أبو وليد ظبطها وكراميتك توصل لعندك. لك ما بدي شيء، ما بدي شيء، لأنه ما رح يطلع بإيدي شيء هالمرة. بيطلع أبو وليد، بيطلع بخاطرك. ايه فوزي، ليه ناضي؟ ليه ما اتصلت فيي؟ مش انا ناطر تليفونك؟ ايه صح، ما لقيت شي بالمستودع. طيب قلي ليه ما اتصلت فيي فورا؟ قلت لحالي بس ارجع على البيت بخبرك. والله لا يعطيك العافيه، فاهمني شو صار. ما خليت ارني الا ما دورت فيها وما لقيته. كيف يعني؟ لازم تلاقيه؟ لك هو موجود هنيك؟ طيب حاضر، بكره برجع بروح بدور عليه، ما تعطل هام. ليك راضي، بكره بترجع بتدور بكل زاوية، فهمت؟ ايه فهمت. لا لا دي. انت شارب شيء او 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 سافف او 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 خابط؟ انا لا لا ابدا. طيب، انا الحق علي اني طلبت منك. ما تنسى بكرة يا سفرو. خلص طيب، روق بكرة بيعود بلاقيه إن شاء الله.
أصلو أنت لو شو أنا اللي معصب ولا أنت؟ خلص ولك الله يعطيك العافية ابتسام. ميرسي مدام. ليك امبارحة حكيت مع المدام وقبلت انه نجيب حدا يساعدك. ما في لزوم، ما انا عم بعمل طبخة والبنات عم يجوا ينظفوا وراي. لا في لزوم، معلش. البنت الجديدة يلي رح تجي بتعلميها لبين ما نفتح المطعم وهيك بتصير بتساعدك منيح. شو؟ عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد، لكن عم بمزح. بكرة بدي روح عند وحدة بيقربني. بدي اطلب منه يدورنا على شي مطرح نستأجره، بس ان شاء الله ما ياخذ وقت كثير. بتعرفي يعني تنلاقي مطرح مرتب بقرني مرتبه كثير صعب وبهالسرعه كمان، بس بدي احاول. يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. طيب وشغلي هون ومدرستي؟ شغل هون بضل مثل ما هو، منجيب ناس وانت بتشرفي عليهم، اوكي؟ والمدرسه بالي لك اياها. لا وقتها، هلا خلينا نلاقي محل والله بيفرجها. بشكرك بشكرك من كل قلبي. تسلمي حبيبتي، انا اللي بشكرك عن جد، انت ما في منك. يلا يعطيك العافيه. ميرسي. هيدي فلفة. طيب روح جيب بلاطة وأنا ناطرك. خلاص. شو صار معه؟ افراج. اكيد اللي بده يكون زلمه فارس بيك وينفذ اوامره اكيد بده يطلع افراج. واللي مثل مقطوع من شجره بتختخ بالحبوسه سفره. شو صار مع صاحبك؟ دور ما لقى شيء، بس اليوم رح يرجع يدور. لازم يلاقيه فوزي والا ما بنستفاد شيء، بيكون دم سعيد رح حضر. خلص اليوم المساء راح يرجع يدور. نحن شغلنا بفارس وطنشنا عن هيدا الكلب، وانا اكيد هو اللي قتل سعيد. بس شو بدنا بالدنب؟ نحن بدنا الكلب الكبير، ما تخاف ان شاء الله خير. شلونك معلمي فوزي؟ اهلا جوج. لا لا يا شباب. ولو معقول يعني ما عم بفهم يا ربي، معقول معقول توصل معهم الوطاوة لهون؟ يا أنور إذا بتريد عم قلك ما تتورط معها، خصوصي معها إلا أن تعرف شو؟ مثل ما بدك. أوكي خلص مثل ما بتريد. باي. خير؟ ما في شي. كيف ما في شي؟ بيّن من خلقتك إنه في ونص. شوفي فضوله لأنور زيت الفريمات من سيارته. ايه بدون يقتلوه يعني عم بيدهوروه؟ بدون يقتلوه؟
وصلت معهم لهون؟ حرام ما بيستاهل. بلي ريقك بهالموزه. ما إلي نفسي عمتي. أنا العقيد أنور، عندي موعد مع رنا حيدر. تفضل. بلغي إذا بتريدي. روحي انت. اهلا اهلا كولونيل، شو هالزياره المفاجئه؟ تفضل تفضل ارتاح. شو بتحب نشربك؟ شو كنت مفكره لما جربتي تقتليني؟ أنا؟ كنت مفكرة إنه رح يخلالك الجو، تصير الدولة كلها تحت إجريك وما يعود في حدا يطارديك، ولا مفكرة إنه ما في كتار غيري صاليين ليك ناطرينك على غلطة لحتى يدكوك بالحبس. اطلع لبرا. ولا مفكرة اني رح اخاف واجي لعندك زحف واقول لك بليز بليز بتقتليني؟ فشرتي. بتعرفي انه انا ممكن اخلص منك باي لحظة، بس المشكلة اني رجل قانون والقانون بيمنعني. بس من بعد اللي صار، من بعد ما شلت وزيت الفريم من سيارتي فطز بالقانون، رح موتك رح تموتيني. عم تقول ايه؟ زحنا ورا مجدي. هلا صار اللعب على المكشوف، يا بتقتلوني يا بقتلكم. لازم نتحكي على الشرطة. لا. ليش لا؟ العمل اللي عملها وصاحبة فرضه بنص بيتنا هيدي، إذا تشكينا عليه بيسحبوه من دينا وبيزتوه بغير محل وبنرتاح منه. عم بقول لك لا. هو الشرطة، هو بده ايانا نعمل هيك لأنه مش قدران يثبت علينا شيء، فهمت؟ يعني ما عنده إثبات علينا، ما جيتوا لهون بتأكد هذا الشيء، فهمت؟ ايه فوزي لقيته. طيب اوكي اوكي، بس انت دبر لي كم دولار يا زلمه. اوكي الله معك. الله يسامحك انور،
هلا ممكن يتشكوا عليك. انت بتعرف شو يعني ضابط يتهجم على بيت من دون اذن؟ بعرف بعرف، وما فارقه معي بقى. انا عم عيش الخطر 24 ساعه وهن عايشين حياتهم مثل ما بدهم، وما عم نقدر نطالن. اذا القصه رح تبقى هيك فلا، روحي بروح رنا وخيا وجوزة. خلاص روق، خلاص انوار روق، مهم انت فشيت خلقك وهن بيستاهلوا اللي صار معهم. روق شوي، بعدين بركي بركي مش رنا اللي عملت فيك هيك. مش رنا؟ مين؟ مين بده يكون في غيرها؟ من وقت ما استلمت ملف تبييض الاموال وصرت طارت جوزها، وهي اجت لعندي لهون على البيت ورشتني بسياره وانا رفضت، والمشاكل عم بتطاردني وتطاردك. لا، كنت ساكت كل هالفتره على اساس انه بكره بطالب القانون، بس لا، يوم ورا يوم عم بكتشف اني كنت حمار. البلد كله تحت سرميتها، عندها عصابه وين ما كان. خلاص انوار روق شوي، خلص هدي، بكفي اللي صار معك اليوم. سوري فعلت عليك. معلش، اقعد اقعد شوي ارتاح. رح فوت اعمل لك قهوه. ايه شكرا. عفوا. رح يحرق لي اعصابي. انت اكيد انه الدي في دي صار معه؟ لك ايه اكيد، صار لي ساعه عم تقول له بكيدت علي. راسك انت عم بقلبك من ريحه اجلاد، كسلهم. طول بالك طول بالك، يمكن يكون بطاريته فاضيه. هلا المسا بترجع بتحكي بس على رواقها. لك اي رواق، ما بحياتي توترت، ما هلا موتر، ما بحياتي، لك ما بحياتي. يا 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 بدون لسميل. هلا روق روق، شبيك مثل المجنون. هلا بركي شوي تاني بيرجع بيرد عليك، طول بالك. طيب رح امشي هلا، اذا دق لي برجع بخبركم. ان شاء الله بيتصل. خلاص جمال، ولا كلمة. ايه ولا كلمة. عسكري ما بدك كل هالقد، طولوا بالكم، ليش كل هالضرب؟ خلاص ولا جمال؟ يا تقول اخراس، انا بسكت لحالي. ها انا الحق علي اللي جيت واسيكم فعلا، قد وطقي شرا من احسنت الي. خلاص اخراس، بليسترك ستر. بونسوار سلمى. بونسوارين حبيبي، كيفك؟ منيح الحمد لله. طمنيني يا انور. منيح منيح الحمد لله، الله خلصه. الحمد لله على سلامته. علا عمتو، انت شفتي خلقتك كيف كانت لما عرفتي انه انور كان رح يعمل حادث؟ ايه، انه طبيعي كنت خايفين عليه. مزبوط تمام، وانا كمان خايفه عليكي، مش شوي كثير. علا القصه صارت واضحه مثل عين الشمس. يا عمتي يا حبيبتي، صرت قلت لك مليون مرة، بيني وبين أنور ما في شيء، هو مجرد صديق غالي على قلبي وبس. عمتي أنا ماني جذبة، أنتوا اثنين بتحبوا بعض. تصبحي على خير. تفتح الباب؟ بعدين ليه ما عم ترد علي على التليفون؟ مرة كنت مشغول ومرة كنت نايم. بعدين ما لك بالعادة تجي لعندي بدون ما تخبريني، صاير شي؟ في شي؟ لا ولا ما في شي، ماشي مهم. مجدي مين في عندك؟ هلا لحالي.
بس من شي ساعة انقطعوا أصحابي اللي عندي، شب وبنت شربوا كاس وفلوا. والبنت ناسي جزدانها هون صح؟ ايه مظبوط. حرام، خلص هلا بدي اقول لها بلا تيجي تاخذ جزدانها بعدين. ليكي عم تشتت الدنيا برا؟ البحر هيج. كذبتك مكشوفة على فكرة. مجدي مين في عندك؟ وين رايحة؟ طالعة شوف البنت المهضومة اللي مقعدة فوق عندك بالأوضة. على فكرة هلا فهمت كثير منيح لما كنت عم ترد علي على التليفون. لأنك مشغول بالسكسة واطي. خصك مين بيجي لعندي ومين بيروح، فاهمة؟ ما خصني؟ أنت عم بتقلي لإلي أنا ما خصني؟ مش على أساس بتموت فيي؟ مش على أساس أنت بتعبد الأرض اللي أنا بمشي عليها؟ مش على أساس مستعد تعمل أي شيء بس كرمال أنا أرضى عليك وحبك؟ وهلأ شو؟ هلأ جايب لي وحدة بقعد لي إياها عندك فوق بالأوضة؟ لأنه كنت عم كذب عليك يا هبلة. بتعرف إنه أنا مستعد أدفع ملايين الدولارات وأنطر سنين وسنين حتى أحصل على مرة بتعجبني ونعم معها. شفتي ليه تحملتك ونطرتك كل هالوقت؟ شفتي ليه تحملت قرفك وتعديلك ومرضك؟ هلكتيني!